قبل عدة سنوات كنت حاير مجال التصوير اللي أريد أفوت له، ما كنت أعرف شريط، بس أكثر شيء عجبني هو تصوير حياة الشوارع. هذا الستايل اللي قررت أبدي به. هذا الستايل ظليت بيه سنة، استمتعت بيه وابدعت بيه وصار يجيني منه تفاعل قوي، بس ما كان هذا الشيء اللي أريد أوصله، ولا كنت مقتنع بيه وحس نفسي بدأ أسوي شيء اللي أحبه. الشيء اللي أريد أوصله هو صنعة أفلام السفر، كتابة القصص. ما كنت أريد أسوي شيء تقليدي، طول حياتي وأنا أريد أصنع قصص الخاصة واستكشاف العالم، بس هذا المجال يعتبر من أصعب المجالات بصناعة المحتوى. فكان قدامي خيارين، أكمل بستايل حياة الشوارع أو أختار صناعة الأفلام وأسوي شيء اللي أحبه وأحس نفسي بيه مرتاح. هذا كان أصعب خيار بحياتي، بس اختاريت صناعة الأفلام.